والله لو سمحتوا خلص يا استاذ انا بدي اياهم ياخذوا الصوره وجود مخطط لإغراق قطاع غزة بالمخدرات للنيل من ووضع الخطط اللازمة لمعالجة هذه الآفة الخطيرة من أجل ضرب تجار المخدرات وتجفيف منابعها، وهو ما توج. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أن هناك حوالي 30 قضية أخرى من القضايا الخطيرة التي أنهت النيابة العسكرية التحقيق بها وأحالتها إلى المحكمة المختصة، وهي قضايا أكثر خطورة من القضايا التي صدر بحقها أحكام اليوم، وهي أكثر شدة، والمتهمين بها لديهم عود، بمعنى أنه تم الحكم عليهم سابقا ولم تردحهم الأحكام وعادوا لارتكاب هذه الجرائم. ترتكب من خلال الأماكن التي تشغلها قوى الأمن يقع الاختصاص بها، ونلاحظ أن جميع تجار المخدرات يدخلون هذه السموم إلى قطاع غزة من خلال مناطق التماس مع الاحتلال أو المناطق الحدودية، وجميع هذه المناطق تقع تحت سيطرة القوات الفلسطينية أو قوات الأمن الفلسطينية. عبر خطط أمنية وتعاون مشترك مع الجهات أصحاب الاختصاص، أدت في الربع الأول من عام 2017 إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة قدرت بنحو 1250 فرش حشيش و400 ألف قرص مخدر. وهذه الكميات الكبيرة التي تعتبر كميات ضخمة ضبطت في مطلع عام 2017 هربت إلى داخل قطاع غزة بقصد تخزينها لاستخدامها في المراحل أو الأشهر القادمة. لا للتعاطي، لا ترمال، لا حشيش، لا ترمال، لا حشيش، كل إعدام يا ما فيش، مش هنطق.